أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم إعلان سياحة وسفر احترافي بطريقة سهلة وبسيطة، وننوه أنه جميع هذه الصور والمرفقات المستخدمة في هذه المحاضرة بإمكانكم أن تحملوها مجانا. يلا خلي نشوف من عندكم اللايك الجميل، خليكم ويانا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير حجم الورقة إلى حجم مربع من خلال قائمة تخطيط، ومن ثم الحجم، ونجي إلى أحجام الورقة الإضافية. طبعا أيا كان وحدة القياس سنتيمتر إنج راح يكون 20 للعرض و20 للارتفاع، ومن ثم موافق. إذا نجي شوية نصغر علامة الناقص راح نشوف أنه أصبح عندنا المقاس مربع. طيب الآن من قائمة إدراج صورة من هذا الجهاز، راح نضيف صورة الباك جراوند هذه، وطبعا من التفاف النص. طبعا في حال لو ما ظهرت عندنا هذه القائمة من تنسيق الصورة، التفاف النص خلف النص، راح نكبر الصورة بحيث تملأ الخلفية بهذا الشكل. الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف صورة المودل. الآن من قائمة تنسيق الصورة، التفاف النص راح يكون أمام النص. قبل ما نكبر الصورة راح نقتصها من اقتصاص، راح تكون الصورة فقط للمودل حيث احنا القياس الزائد ما راح نحتاجه هذا الشكل. نرجع نضغط مرة أخرى على اقتصاص، والآن راح نكبر الصورة، صورة المودل بهذا الشكل. الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف هذه الصورة، وطبعا التفاف النص أمام النص، راح نكبر الصورة بهذا الشكل وبهذه المنطقة. الآن من قائمة إدراج أشكال راح نضيف شكل مستطيل، نرسم شكل عشوائي، نكبر العرض من خلال هذه علامة الزائد، وطبعا هذا الشكل المستطيل نخلي الركن الأسفل مع الركن الأحمر، طبعا نكبره وندوره بهذا الشكل حيث يتلائم. ممكن طبعا يحتاج تدوير قليل، من خلال نجي إلى استدارة ونجي إلى خيارات استدارة إضافية، طبعا نجي هنا إلى الاستدارة 349 أعتقد جيد. ممكن شوية نكبر، وطبعا يصير تكبير قليلا بهالشكل بهذه الطريقة. طبعا من إطار الشكل يكون الإطار لونه أبيض، وطبعا لا بأس أنه من السماكة نزيد بالسماكة، ممكن يكون 3 جيد. من تعبئة الشكل راح نختار صورة استعراض، ونختار مثلا هذه الصورة جيد. الآن نعيد العملية بنفس الطريقة، من خلال نحدد الإطار وشفت ونحدد المربع. الآن ممكن نضغط على كنترول ونسحب، وطبعا نميل الاتجاه ونصغر بهذه الطريقة، ممكن بهذا الشكل جيد. الآن فقط نرجع نكبر مرة أخرى ونعدل بأماكن الصورة، ممكن طبعا تكبر ويقل العرض ويقل الارتفاع شوية جيد. الآن من تغيير الشكل، تعبئة الشكل صورة، نرجع مرة أخرى نضيف صورة أخرى، نضيف الصورة الثانية بهذا الشكل جيد. الآن راح نضيف النص، طبعا ممكن نصغر هذا الشكل قليلا، المودل هذه هي الطريقة، أو لا بأس تكبر بس تنزل إلى الأسفل. الآن من قائمة إدراج مربع نص، رسم مربع نص، نكتب عبارة مثلا، عبارة تسويقية، ونغير الفونت، كبر الحجم، ممكن انه نضيف مادة من خلال شيفت وتاء. ومن تنسيق الشكل، الإطار راح يكون بدون إطار، تعبئة الشكل راح يكون بدون تعبئة، ممكن بهذه الطريقة. الآن
ممكن تكون لون احمر. كنترول سي كنترول في ناخذ من عنده نسخ. طبعا صغر الخط ويكون ممكن اسود. ممكن طبعا يصير مثلا 50 او حتى اذا يكون 52 او 55 هم لا بأس. ممتاز. طبعا نجي هنا نضغط كليك ايمن اضافة الى القاموس. جيد. ممكن طبعا تصعد الى الاعلى وناخذ ايضا نسخ لصق ونكتب الحل يمنى. طبعا ممكن يكون باللون البرتقالي او اللون الاحمر هم لا بأس بهذه الطريقة. طبعا ممكن هذه تصعد شوية الى الاعلى وتصعد النصوص كلها الى الاعلى حتى يصير عندنا فسحة من المساحة. الان من قائمة ادراج صورة من هذا الجهاز نضيف هذه اللمعة ومن التفاف النص امام النص. ممكن طبعا صغرها قليلا ممكن بهذه المنطقة. ناخذ من عندها كنترول سي كنترول في. ممكن هنا نسخ كنترول في. ممكن بهذه المنطقة او ممكن نخليها هنا هم لا بأس. ولو اعتقد اثرت ممكن هنا بالواو ممكن هنا ترجع الحل مناسب. الان من قائمة ادراج صورة من هذا الجهاز نضيف ايقونات السوشيال ميديا. طبعا من التفاف النص امام النص نكبر النص بهذه الطريقة ونكتب او ممكن ناخذ نسخ كنترول سي كنترول في. الشريط الرئيسي يكون لونه اسود. نكتب مثلا شركة المنارة او حتى ممكن يكون 20. ممتاز. الان ممكن طبعا نكتب الان من قائمة ادراج صورة نضيف هذا الايكون وطبعا من التفاف النص راح يكون امام النص. ممكن هنا انا نكتب ممكن طبعا نمد الايكون بهذا الشكل وممكن ناخذ نسخ ممكن هذه النص الصغير كنترول سي كنترول في ونكتب تصل الان وطبعا تكون باللون الابيض. ممكن نرجع يعني حجمها بهذا الشكل ومن قائمة ادراج الصور نضيف ممكن هذه الصورة التفاف النص امام النص نكبرها قليلا. ممكن هنا ناخذ نسخ كنترول سي كنترول في. ممكن نكتب خصم 50% وممكن طبعا نغير الفونت نختار فونت اخر مثلا هذا الفونت ويكون باللون الاحمر. ممكن خصم تكون بالاسود وطبعا 50% تكون لون احمر غامق. ممكن شوية تكبر. طبعا مثل ما نلاحظ اعلان احترافي وبسيط بنفس الوقت.